أنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعليك بأهل بيتك، على الأم، على الوالد والوالدة، العناية بأولادهم في بيوتهم، يأمرونهم بالصلاة لسبع سنين. إذا دخل سن التمييز وعرف يؤمر بالصلاة مجرد أمر، وأما إذا بلغ العشر فإنه يضرب على ترك الصلاة ضربا وتأديبا. فالله حمل الوالدين مسؤولية أولادهم في بيوتهم. نعم.